الفوائد الصحية للثوم: يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. فقد أظهرت الدراسات أن تناول من 600 إلى 900 ميلي جرام ثوم يومياً يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، يقلل من ألم التهاب المفاصل، يساعد على إنقاص الوزن. فالثوم يساعد على تنظيم تكوين خلايا الدهون في الجسم، هو مضر للبول، الأمر الذي يساعد في الحصول على وزن مثالي وصحي للجسم. يقي من الإصابة بمرض السرطان، ولا سيما في الجهاز الهضمي، كما يساعد على تقليص حجم بعض الأورام. يمنع ارتفاع ضغط الدم، فالثوم يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يجعل الدم يتدفق أكثر سلاسة، وبالتالي فإنه يمنع تكوين الجلطات وخفض ضغط الدم. يكافح الحساسية، الثوم له خصائص مضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات التي تساعد على مكافحة أنواع مختلفة من الحساسية، ولا سيما المسببة للحكة والطفح الجلدي. مفيد لعلاج السعال، يتمتع الثوم بخصائص مضادة للبكتيريا تجعله مفيداً لعلاج السعال وتهيج الحلق، ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي والربو ونزلات البرد.